السلام عليكم. دي التاسك السادسة اللي كانت عبارة عن ديزاين باترنز الموجودة. أول ديزاين باترن معانا هو الاستراتيجي ديزاين باترن. وفكرة الاستراتيجي ديزاين باترن إن أنا عندي مجموعة من الأوبجكتس بيشتركوا في فيتشر معينة، بس كل واحد بيعملها بطريقة مختلفة. فمثلا لو خدنا مثال الداكس مثلا، ففي داك بتكواك وفي بيطلع صوت كواك مثلا، في داك بتعمل صوت اس كواك مثلا، او داك بتطير وداك ما بتطيرش. فالحل ان احنا بنروح مطلعين الفيتشرز دي في كلاسز بره، ونخليهم يمبلمنتوا انترفيس كلاس، ونعمل اوبجكت من الانترفيس ده، بحيث واقدر ساعتها انا اختار انهي واحد اللي انا عايزه بدل ما اعمل مجموعة اوبجكتس كتيرة. لو جينا جربنا الديزاين باترن معانا، فاحنا عندنا مثلا المالر داك دي بتطلع صوت كواك وبتطير، الرابر داك مثلا بتعمل صوت اس كواك وما بتطيرش. بالنسبة للديزاين التاني، الديزاين باترن التاني هو السنجل تون ديزاين باترن، وهو فكرته ان انا بعمل اوبجكت او انستانس واحد من الكلاس. بمعنى انا عندي كلاس بيبقى غالي جدا ان انا اعمل منه مجموعة من الاوبجكتس، فانا بطلع اوبجكت واحد واخلي اي حد يعوز يعمل اوبجكت من الكلاس ده، بروح مخليه ياخد نفس الاوبجكت. الموضوع بان انا اخلي بس البتاع الكونستراكتور بتاعه برايفت، واتشيك بس على البتاع اذا كان في اوبجكت اوريدي ولا كاريت واحد جديد. فهنا مثلا اول واحد جه فراح مكريت له انستنس، جه حد تاني راح مديله نفس الانستنس ده، جه حد تالت راح مديله نفس الانستنس، وعملنا فانكشن اسمها ريسيت، بحيث ان انا اجرب لو جه حد رابع، يعني لو انا عملت ريسيت وجه حد رابع فعملنا ريسيت، وبعد كده جه حد جديد فراح مكريت لواحد جديد. اما بالنسبه للديزاين باترن التالت هو الاوبزرفر ديزاين باترن. والاوبزرفر ديزاين باترن ده فكرته ان في مجموعه من الناس بتبقى تابعه لشخص، فعايز الشخص ده يبعت نوتيفيكيشن لكل الناس دي في نفس الوقت. مثلا موقع بيازا، الانستراكتور مثلا بيطلب ان هو يبعت لكل الطلبه الملتحقين في الكورس بتاعه مسج معينه، فبيحصل لهم كلهم نوتيفاي بنفس المسج. المثال هنا برضو عن ادوات الويزر مثلا، ففي في كلهم بيحتاجوا مثلا تمبريتشر ودرجه الرطوبه وكده في 3 اجهزه معينين يعني. فكل جهاز بيتبعت له هيتبعت له نفس الفاليوز، يعني اكيد الفاليوز مش هتختلف يعني. بالنسبه للام في سي ديزاين باترن، ففكرته ان انا بفصل الورك او الكالكوليشن واللوجيك عن الفيو، وبيكون بيتم الكوميونيكيشن عن طريق الكنترولر. فلو خدنا المثال ده، دي مثلا كالكوليتور، دي كالكوليتور اللي بيحصل في الموديل. كل اللي انا بعمله سيمبل فانكشن بتعمل اديشن لتو نمبرز، وباجي في الفيو بعمل الشكل ده، بعمل الشكل ده في الفيو، وبخلي الهاندلر في الكنترولر لما يدوس على الزرار يروح ينادي الموديل ويبعت له التو نمبرز، ويروح عارض الفاليو بتاع الكالكوليشن في الفيو. بالنسبة للديزاين باترن اللي بعد كده هو الفاكتوري ديزاين باترن، وهو ان انا اتشوز اوبجكت دايناميك في الران تايم. يعني اتشوز انا اختار اوبجكت اني اوبجكت بالظبط اللي انا عايزه. فلو دوسنا مثلا، فلو اخترنا يو مثلا، هيروح عامل اوبجكت من يو فو انمي. لو جينا رنيناه تاني مثلا وكتبنا ار، فهيروح عامل اوبجكت من كلاس اللي اسمه روكت، اللي هما الكلاسز دي اللي هما اليوفو والروكت. فانا بختار اوبجكت داينامكس. بالنسبه للفساد ديزاين باترن، فهو عباره عن ان انا بكرييت انترفيس عشان افاسيليت التعامل معاه. عندي كذا، عندي عمليه مثلا بتتم عن طريق ان انا بعمل مثلا بسحب فلوس مثلا، فانا محتاج اتشيك على الرقم الحساب، محتاج اتشيك على الفلوس اللي هو هيسحبها دي كفايه ولا لا. فكل ده بكلم، ولو اكلم مثلا مجموعه من كلاسز،
فانا كل اللي هعمله ان انا هخلي، انا خلاص هبعد عن شغل ان انا اكلم كذا كلاس، وهروح نكلم كلاس واحد هو اللي هيقوم بالموضوع ده كله. فلو جينا هنا مثلا، فاحنا مثلا هيعمل ويزدرو مثلا ب 950 وعمل ترانزاكشن كومبليت. فلو جينا هنا مثلا بيتشيك على الاكونت اذا كان شغال ولا لا، في بيتشيك هنا على السكيورتي كي بتاع الكود بتاعه اذا كان صح ولا لا. كل ده بيتعامل مع كلاس واحد وانا ماليش دعوه بكل الموضوع ده. اما بالنسبه للديكوريتور ديزاين باتر، هو فكرته ان انا جاست بقدر اعمل موديفيكيشن دايناميكلي للاوبجكت. يعني مثلا ممكن اخلي اضيف حاجه، فلو خدنا مثال مثلا البيتزا، ففي بيتزا ممكن تبقى بالجبنه، ممكن عايز احط عليها كاتشب او حاجه زي كده، فدي فيتشرز زياده ممكن احطها، ممكن احط موتزاريلا وهكذا. فانا عايز اعمل الموضوع ده دايناميك، فانا كل مش كل شويه بقى هروح افضل احط حاجه جديده وكده، لا انا مش محتاج كده. انا باجي وانا بكاري في الاوبجكت خلاص، انا هروح مخليه يروح حاطط الموتزاريلا ويحط البيتزا وحاطط التوميتو بتاعتها وكل حاجه تمام. وجاست ان انا بعمل دايناميك موديفيكيشن في الكلاس.